حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامه فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب ثم ان زنت الثالثه فليبعها ولو بحبل من شعر